لم تكن السلطة الحاكمة تؤمن بمبدأ المواطنة، ولم تتسنى للمسيحيين فرصة في أثناء حكم البعث لإظهار مواطنتهم السورية، ذلك لأن السياسات التي اعتمدها الأسد كانت تقود إلى الصدامات الطائفية تارة والصدامات في الطائفة نفسها تارة أخرى. وفي النهاية يعني أنا بعرف من شاهد عيان كان ذات يوم عند حافظ أسد، قال له: يا سيادة الرئيس، أنت رئيس كل السوريين المسيحيين والمسلمين والعلويين والآخرين. قال له: لا لا لا، لا تجي علي من الباب، أنا ماني رئيس إلا جماعتي المسيحيين، يا أما شيوعيين يا أما كتائب، والإسلام إخوان مسلمين وما حدا موالي إلي إلا جماعتي. وفيما يبدو فإن لتعيين المسيحي داود راجحة وزيرا للدفاع في بداية الثورة دلالات كثيرة تنسجم مع نيات النظام. هناك تجربة تلقي أضواء على هذا التعيين. عندما دخل الجيش إلى لبنان لدمر مخيم تل الزعتر المسيحي، ضابط من صيد مايا مسيحي الذي كان يقصف مناطق الشوف، ضابط درزي الذي كان يقصف منطقة بيروت الغربية السنية، ضباط سنية. هذا ديدن النظام. الذين قمعوا حماه لم يكونوا علويين سنة 1982، كانوا جنودا من دير الزور ومن الرقة ومن درعا، سنة مسلمين سنة يخدمون العسكرية، وكان على رأسهم في حالات كثيرة ضباط سنة، هم الذين تولوا عملية قصف حماه وتدميره عام 1982 وقتل 46 ألف سوري وسورية فيها. هذا ديدن النظام. إذا بدك تقمع المسيحيين صلت عليهم ضابط مسيحي، استخدم المسيحي ضد المسيحي والمسلم ضد المسلم والعلوي ضد والدرزي ضد الدرزي وإلى آخره، وإذا كان العلوي مواليا لك فاستخدمه ضد الجميع. فأنت تستخدم هذه الطائفية في كل المجالات، وأنت لك مصلحة في أن يخرج المجتمع من السياسة وأن تكون هناك اختراقات كبرى فيه، وهذه الاختراقات هي فعليا الطائفية. عبر الطائفية تستطيع أن تخترق المجتمع، عبر ضباط مسيحيين تخترق المجتمع المسيحي وتقمع المجتمع المسيحي، عبر ضباط أمنيين، بعض الضباط الأمنيين المسيحيين تستطيع أن تقمع منطقة مثلا مثل بانياس، مثل غير بانياس فيها مجموعة مارونية، أو مثل حلب أو إلى آخره. للأسف الشديد هذا التعيين أريد به أن يقال أن يتستر النظام على حقيقة أنه حول ثورة الحرية في سوريا إلى اقتتال طائفي وفق خطة مدروسة وضعها، كان القصد منها دفع الناس إلى حمل السلاح على اعتبارات طائفية، على أسس طائفية، وكان القصد منها أن يقول للعالم: ليست ثورة حرية هذه التي تقوم في سوريا والتي شارك فيها في البداية آلاف مؤلفة من العلويين وعشرات الآلاف من المسيحيين في دمشق وغير دمشق، هذه ليست ثورة حرية كما يقولون، وليست ثورة مجتمع، هذا قتال بين الطوائف. السنة هم إرهابيون وهم مجانين وهم قاعدة وهم يعني جاءوا من الخارج مندسين وغير مندسين، و نحن نقاتلهم باعتبارنا نحارب الإرهاب، وأنت تعرف هذه الفرضية إلى أين أوصلتنا.